يمينا وشمالا تزداد ميليشيا حزب العمال الكردستاني انتشارا في محافظة نينوى، وتتسع أنشطتها المزعزعة للاستقرار عبر ممارسات وكأنها صاحبة الأرض الآمر والناهي فيها، وليست مجامع مسلحة وافدة من خارج الحدود ومصنفة إرهابيا فحسب، بل ومن المفترض أنها محظورة داخل العراق وفقا لتصريح المتحدث باسم حكومة السودان عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في نيسان الماضي. قلنا أن المقاربة العراقية، مجلس الأمن الوطني يصف حزب العمال الكردستاني بأنه حزب محظور. رغم تحذير منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة في بغداد من تجاهل مواصلة تجنيد ميليشيا البيكاكا للأطفال والفتيات شمالي العراق، إلا أن ظهور قيادات في الميليشيا يرتدين الزي العسكري من داخل مبنى قيادة عمليات نينوى، وهن يتحدثن بنبرة التهديد والوعيد أمام ضباط عراقيين، ويحذرن من تعنيف فتيات قام حزب العمال بضمهن لصفوفه سواء عبر خطفهن أو استغلال فقرهن واستقطابهن مقابل المال، يعطي صورة واضحة عن طبيعة ما يحدث هناك من تغلغل وتمدد محمي من قبل جهات متنفذة داخل حكومة السودان. ما حد يقدر يضغط عليهم، ما حد يقدر ياخذهم بالقوة، لكن ما يقدر ولا واحدة منهم، ما حد يقدر ياخذهم بالقوة. إذا نسمع أي ضغوطات أو أي شدة تصير عليهم أو نقول من ناحية ضرب أو قتل أو أي ضغوطات تصير عليهم، ما رح نقبل هذا الشيء. اختفاء عدد من الفتيات في قرية أم الذيبان قرب قضاء سنجار قبل أن يتم إعادة بعضهن لأسرهن فاقم من الوضع المتوتر في نينوى، فيما طالبت عشائر عربية مختلفة في منطقة سنجار الحكومة بحمايتها من تهديدات حزب العمال الكردستاني وميليشيات يزيدية منضوية ضمن ميليشيا الحشد، محذرة من اضطرارها لحمل السلاح وحماية نفسها في ظل خضوع وتخاذل حكومي أمام عمليات سبي النساء واختطافهن دون رادع، وهو ما دفع باللواء 60 لميليشيا الحشد باستنفار عناصره والتدخل خشية خروج الأوضاع عن السيطرة وتضرر حليفه حزب العمال الكردستاني.